لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في منزلة الفرار، قال: وفرار الخاصة من الخبر إلى الشهود، ومن الرسوم إلى الأصول، ومن الحظوظ إلى التجريد. يقين المؤمن يحاول دائما أن يجعله في ازدياد حتى يصل إلى درجة المشاهدة بالقلب لما أخبر الله سبحانه وتعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كأنه يراه. وهذا الأمر في تحقيق عبادة الله عز وجل هو مرتبة الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكل الأمور الغيبية التي أخبر بها القرآن وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يصل الإنسان فيها إلى درجة الشهود كأنه يراها فيما مضى من الأخبار وفيما هو آت. الحقيقة أن معاني القرآن حين يستحضرها الإنسان ويجاهد نفسه وقلبه حتى يعيش معها كأنه يشاهدها، فسوف يتغير تغيرا جذريا في كل الأمور، سواء فيما مضى من الأخبار التي قصها الله عز وجل علينا من أخبار الأنبياء، من أخبار الخلق، وهذه التي تجعل الإنسان إذا وصل إلى درجة الشهود فيها كأنه يصاحب هؤلاء الأنبياء ويكتشف الأنوار العظيمة البهية في شخصياتهم العظيمة، ويكتشف الأمراض الخبيثة في قلوب أعدائهم، ويشاهد هذه الأمور كأنه يراها، ولذلك يحصل له من أنواع الفرح والسرور بصحبة الأنبياء ما يفتقده في هذه الحياة بصحبة أهل الدنيا وأهل الفتن وأهل الشرور والأهل والولد، ويعني التنافسات العجيبة المستمرة على الدنيا، نسأل الله العافية. وكذلك إذا شاهد أيام الله سبحانه وتعالى بقلبه حصل له من أنواع الفرح والسرور، أي أيام التي نصر الله عز وجل فيها أهل الحق كأنه يشاهدها كأنه فيها، فيحصل له من السعادة والفرح والسرور ما يفتقده حين يرى أنواع الغم والكرب والضيق. وهذا من أعظم أسباب شرح الصدر بالقرآن العظيم، وهو أن يشاهد الأمور الخبرية كأنه يراها. وأما في أمور المستقبل، في أمر الآخرة، أمر الجنة والنار وأهوال القيامة، فحين يستحضرها العبد حتى يصل من مجرد أن تكون أخبار عنده يخبر بها إلى مرتبة الشهود وإلى مرتبة اليقين التام كأنه يراها، فعند ذلك يحصل له من أنواع الخوف والرجاء وحب لقاء الله سبحانه وتعالى وطلب الجنة والفرار من النار ما لا يحصل له بمجرد الخبر، ما لا يحصل له لو أنه مصدق بالخبر. يعني تخيل أن إنسانا أخبروه أن حريقا قد شب في مكان ما، هو غير منتبه إلى أن وصل إلى أنه شاهد بعين نظرة من النافذة فوجد الحريق قد اقترب من المنزل، وإذا به يستعد استعدادا آخر وينطلق بكل سرعة ويسعى في نجاة نفسه وما يستطيع من أهله وماله وولده، وينطلق انطلاقا مختلفا لأنه شاهد بعينه الحريق. فأعمال القلب إنما تحصل بمشاهدة الأمور
التي أخبر القرآن بها حتى كأنه يراها، وأنواع عبادات القلب المختلفة، حب الله عز وجل والخوف منه ورجائه والصبر والتوكل والإنابة، مبني على شهود الأمور الغيبية كلها أن يصل فيها إلى مرتبة اليقين التام كأنه يراه. وقيس على ذلك في كل أمور الغيب من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل وسائر أمور الغيب، كأن الإنسان يشاهدها، إذا وصل إلى هذه المرتبة فإنه سوف يتغير من داخله بالكلية والله أعلم. أما كلمة الرسوم والأصول، فرار الخاصة من الخبر إلى الشهود، من مجرد التصديق بخبر إلى أنه يريد أن يصل إلى اليقين التام كأنه يشاهد. الرسوم والأصول شكل العبادات وشكل الطاعات، يفر منها من الاهتمام بها إلى الاهتمام بحقائقها الباطنة وأصولها المقصودة. فليس المقصود من العبادات مجرد أداء رسوم ظاهرة، وهذه الرسوم بمنزلة الأوعية، لابد منها حتى يحصل لك الخير فيها، ولابد أن تنال فيها من أنواع العبادات الباطنة، كما قال سبحانه وتعالى في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل عن الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال في الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالعبادات لها رسوم أشكال ظاهرة، كثير من الناس يهتم بها وينشغل بها عن حقائقها الباطنة. قال الله عز وجل في الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأمر الخشوع في الصلاة وأمر حضور القلب فيها هو الغرض المقصود منها، وهو لا يمكن أن يتم بدون الرسم الظاهر. أعني الفرق بين أهل السنة وأهل الضلال والزندقة في هذا الباب، أن أهل الضلال والزندقة قالوا: لا تهم الرسوم، بمعنى يمكن أن يترك الصلاة مثلا، أو أن يفطر، أو أن لا يزكي، ويقول المهم القلب، كما يقول كثير من الناس جهلا منه واتباعا لهؤلاء الضلال، أن يقول قلبي سليم وهو يترك الصلاة مثلا. لكن أهل الإيمان وأهل السنة يؤدون العبادات كما أوجبها الله عز وجل، ويقطعون بأنه لن ينال الإنسان العبادات الباطنة والمعاني القلبية والإيمانية إلا من خلال وعاء العبادة الظاهرة. لابد أن يأتي بها، لابد أن يركع ويسجد، لابد أن يقوم، لابد أن يقرأ القرآن، لابد أن ينفق، ولابد أن يحج ويعتمر، وهو حريص على ذلك، ولكن ليس لأجل الشكل الظاهر فقط أو الاهتمام بالعبادات على قدرها الظاهر فقط، كأن يقول صليت 400 ركعة. هذا ليس هدي السلف رضوان الله تبارك وتعالى، ليس هدي الصحابة رضي الله عنهم، كمن يعني في زماننا هذا يقول مثلا ختمت في اليوم مرتين مثلا، أو أنه قرأ كذا جزءا ونحو ذلك، من غير أن يكون مهتما بما حصل له من أصول العبادة، أصول العبادات الباطنة. لذلك المقصود بالفرار من الرسوم إلى الأصول الاهتمام بالعبادات القلبية والمعاني الإيمانية أكثر من الاهتمام بالأشكال والمقادير التي هي من الخير بالنسبة إلى يعني من تركها مثلا بالكلية، لا يمكن أن تترك، ولكن قد يكون وزنها في ميزان العبد ضعيفا إذا خلت من الحقائق الباطنة. وأما من الحظوظ فهو حظوظ النفس في العبادات والسلوك إلى الله عز وجل، إلى أن يجرد حق الله سبحانه وتعالى محضا ويعبد الله عز وجل من أجل العبودية.
وسيأتي الكلام على مسألة حظوظ النفس على التفصيل، لأن النفس حظوظا في العبادة ليس المقصود بها وجود لذة العبادة، فإن هذا أمر رغب فيه الشرع وسأله النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. لكن حظوظ النفس الدنيوية من العبادات مثل تعلق القلوب مثلا بمقتضى هذه العبادة، أعني أن قلوب الناس العبد العابد يجرب دائما أن قلوب الناس يجعلها الله عز وجل تتجه إلى من يعبد الله، فيكون له حظ ونصيب في ذلك، حظ نفس، وهو أنه يعبد الله لأجل هذا الحظ. طبعا الرياء والسمعة من أوضح حظوظ النفس في العبادات، وهي لا تحتاج إلى شرح، ولكن المقصود عندهم ما هو أعمق وأخطر من ذلك من كثير من حظوظ النفس، يجرد المؤمن الخالص المخلص لله عز وجل حق ربه سبحانه وتعالى، ويخلص تمام الإخلاص لله. يقول ابن القيم رحمه الله: يعني أنهم في قوله قال: وفرار الخاصة من الخبر إلى الشهود، ومن الرسوم إلى الأصول، ومن الحظوظ إلى التجريد، يعني أنهم لا يرضون أن يكون إيمانهم عن مجرد خبر حتى يترقوا منه إلى مشاهدة المخبر عنه، فيطلبون الترقي من علم اليقين بالخبر إلى عين اليقين بالشهود، كما طلب إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه ذلك من ربه إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فطلب إبراهيم أن يكون اليقين عيانا والمعلوم مشاهدا. هذا المعنى إذا فسر به الكلام بهذا الاعتبار، وهو أنه هل يمكن أن يصل الإنسان إلى أن يشاهد الغيب بعينه في هذه الدنيا، هذا الأمر إنما جعله الله عز وجل لأنبيائه في بعض الأمور، وإبراهيم عليه السلام سأل عين اليقين في أمر إحياء الموتى، وليس كل الناس أو ليس أحد الناس يصلون إلى ذلك في كل الأمور، ومن يزعم أنه يعاين الغيبيات كما عاين إبراهيم إحياء الموتى فهو كاذب، ولكن درجات اليقين متفاوتة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، لم يقل على أنك تراه. فالغلاء من الصوفية يزعمون أنهم يرون الغيبيات، وكثير منهم يزعم أنه يرى الله عز وجل عيانا، وكثير منهم يقولون أنهم يعاينون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي في قبره، وأنهم يلتقون به ويسألونه ويشافهون، وهذا من ضلالتهم. ولذلك تفسير هذا الكلام على هذا الأمر الذي ذكره في دليل الآية الكريمة عن إبراهيم عليه السلام كلام خطير جدا، وإنما الكلام كما ذكرنا هو في بيان تفاوت مراتب اليقين. الآية تدل على تفاوت مراتب اليقين، طلب إبراهيم أن يرى بعينه، هل هذا الأمر يقع لأحد المؤمنين؟ نقول: هذا الأمر يكرم الله عز وجل به من شاء من أنبيائه وأوليائه، لكن في أحد المسائل، تبقى عامة مسائل الغيب كما قال الله عز وجل عن المؤمنين: يؤمنون بالغيب، فلا يزال الأمر غيبا، ولكن كأنه دي كأنك ترى، ده فرق مهم جدا بين أهل السنة وبين الغلاة من الصوفية الذين يقولون أنهم يشاهدون الغيبيات عيانا ويطلعون على اللوح المحفوظ ونحو ذلك مما يزعمونه، مما لم يجعله الله للأنبياء على الإطلاق، أعني جعله لبعض أنبيائه في بعض المسائل. قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: أفتمارونه على ما يرى؟ فرأى بعض المسائل، رأى الجنة والنار، رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها. أما هؤلاء فيزعمون أن كل مسائل الإيمان عندهم مشاهدة بالأعين، ويسمونه عين اليقين، حقيقة عين اليقين إنما سيراه الناس يوم القيامة،
إذا عاينوا هذه الأمور، والله أعلى وأعلم. لكن الآية تدل، استدلال بالآية يدل على درجات متفاوتة في اليقين، على درجات متفاوتة في اليقين. فإبراهيم طلب الترقي، يقول: فطلب إبراهيم أن يكون اليقين عيانا والمعلوم مشاهدا. وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشك في قوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم، حيث قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. كأنه بيفسر الحديث على هذا الوجه، يعني بأنه كان في شك، والشك هو نقص بالنسبة إلى عين اليقين، وده كلام غير صحيح. الصحيح أن الحديث على النفي للشك، لا تظن أن إبراهيم قد شك، وليس أنه يثبت الشك ثم يفسر هذا بأنه الدرجة الأقل من اليقين اللي هو علم اليقين. لا، علم اليقين لا يسمى شكا بحال من الأحوال. يقول: هو صلى الله عليه وسلم لم يشك، ولا إبراهيم، حاشاهما من ذلك، وإنما عبر عن هذا المعنى بهذه العبارة اللي هو عبر عن إن هو في علم اليقين اللي هو درجة أقل من عين اليقين، من المعاينة والمشاهدة البصرية، فهناك درجة أقل فسمها شكا. لا، يقول: هذا أحد الأقوال في الحديث غير صحيح. وفيه قول ثان أنه على وجه النفي، وده الصحيح، أي لم يشك إبراهيم حيث قال ما قال، ولم نشك نحن. وهذا القول صحيح أيضا، أي لو كان ما طلبه للشك لكنا نحن أحق به منه، لكنه لم يطلب ما طلب شكا، وإنما طلب ما طلبه طمأنينة. من يتأمل الآية يجد هذا المعنى هو الصحيح، لأن الله قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، أي قد آمنت، فهو لم يشك فعلا. فالآية تثبت أن إبراهيم لم يشك، تنفي عنه الشك، قال: بلى، أي آمنت، ولكن ليطمئن قلبي، طلب المزيد. فإذا هذا الحديث موافق للآية في نفي الشك عن إبراهيم، ونحن أحق بالشك من إبراهيم، أي كما تتيقنون أني لا أشك فكذلك أيقن أن إبراهيم لا شك، لأني أولى بالشك، لأن نحن أولى بالشك من إبراهيم، ونحن لم نشك فإبراهيم لم يشك بالأولى. وهذا على سبيل التواضع منه صلى الله عليه وسلم. يقول: فالمراتب ثلاث: علم يقين يحصل عن الخبر، ثم تتجلى حقيقة المخبر عنه للقلب، حقيقة المخبر عنه للقلب أو البصر، حتى يصير العلم به عين يقين، عين يقين، ثم يباشره ويلابسه فيصير حق يقين. فعلمنا بالجنة والنار الآن علم يقين، فإذا أزلفت الجنة للمتقين في الموقف، وبرزت الجحيم للغاوين، وشاهدهما عيانا، كان ذلك عين يقين، كان ذلك عين يقين، كما قال تعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذلك حق اليقين. وسنزيد ذلك إيضاحا إن شاء الله تعالى إذا انتهينا. الكلام الأخير ده هو الكلام الصحيح، ولذلك يكون إمكانية العباد في هذا المقام هو درجة تجلي حقيقة المخبر عنه للقلب دون البصر. يبقى علم اليقين يترقى عنه، هو صدق الخبر، يترقى عنه إلى درجة أخرى كأنه يشاهده بقلبه، حاضر القلب، يشاهد هذه الأمور بقلبه، من كمال التصديق للخبر، من كمال التصديق للخبر. أما أن يعاينها بالبصر فحصلت لبعض الأنبياء في بعض الأمور، وأما أن تحصل لكل أحد فهذا ليس بصحيح، والله أعلى وأعلم. أما قوله من الرسوم إلى الأصول، فإنه يريد بالرسوم ظواهر العلم والعمل، وبالأصول حقائق الإيمان ومعاملات القلوب وأذواق الإيمان وواردته، ظواهر العلم، يعني عنده حافظ كم كتاب مثلا، أرى كم كتاب، ده ظاهر العلم. وفي الحقيقة أنه ممكن يكون علم غير نافع، لأنه لم يصلح به القلب ولم يتأثر به سلوكه، وكذلك لم يجد حلاوة الإيمان في قلبه وكذلك في الأعمال. يقول: فيفر من إحكام العلم والعمل إلى خشوع السر للعرفان،
يعني فهم اللي هو المعرفة، يعني حصول المعرفة في القلب حتى يخشع باطنه، السر اللي هو الباطن. يقول: فإن أرباب العزائم في السير لا يقنعون برسوم الأعمال وظواهرها، ولا يعتدون إلا بأرواحها وحقائقها، وما يثبت لهم التعرف الإلهي وهو نصيبهم من الأمر. يعني أوامر الشرع نصيب أنهم يتعرفون من خلالها على أسماء الله وصفاته، ويقتربون من الله عز وجل، وتزول عنهم الغفلة والقسوة ونحو ذلك من الأمور الباطنة التي يطلبها أهل العزائم الصادقة. يقول: والتعرف الإلهي لا يقتضي مفارقة الأمر. يعني اللي بيوصل ما يقتضيش أن يترك الرسوم زي ما قلنا. يقول: كما يظن قطاع الطرق، قطاع الطريق وزنادقة الصوفية، بل يستخرج منهم حقائق الأمر وأسرار العبودية. التعرف الإلهي اللي بيعرف ربنا بيوصل إلى أنه هو يستخرج من العبادات حقائقها وأسرارها. يعني هي أسرارها، يعني حقائقها الباطنة، زي ما قلنا الخشوع في الصلاة، طهارة في الزكاة، التقوى في الصيام، حضور القلب والتقوى أثناء أداء العبادات والحج وتعظيم شعائر الله وهكذا. بل يستخرج منهم التعرف الإلهي وحقائق الأمر وأسرار العبودية وروح المعاملة. فحظهم من الأمر حظ العالم بمراد المتكلم من كلامه تصريحا وإيماء وتنبيها وإشارة، وحظ غيرهم منه حظ التالي له حفظا بلا فهم ولا معرفة لمراده. يعني واحد عمال حافظ الكلام بالضبط ومش فاهم منه حاجة، واحد تاني بيفهمه ويعرف ما يريد. كل آية من آيات القرآن من ورائها أنواع تتعرف بها على صفات الله عز وجل، وتتعرف بها على حقائق إيمانية عظيمة لو تدبرتها حق التدبر. يقول: وهؤلاء أحوج شيء إلى الأمر، اللي هم أدركوا، لأنهم لم يصلوا إلى تلك التعرفات والحقائق إلا به. يعني عمرهم ما هيتركوا الأمر الشرعي، عمرهم ما هيسيبوا الصلاة، مش هيقولوا لا دي وسائل وقد وصلنا إلى الغايات، عرفنا ربنا، مش عايزين العبادات الظاهرة، كفاية العبادات الباطنة، كلام كفر وضلال لا يقوله مؤمن. هم ما وصلوش إلى التعرفات الإلهية والحقائق الإيمانية إلا من خلال امتثال الأمر، امتثال العبادات. فالمحافظة عليه، على الأمر، لهم علما ومعرفة وعملا وحالا ضرورية. يعني لازم يتعلم حدود الواجبات الشرعية، يلتزم بيها، يتعلم شروط الصلاة، يتعلم واجباتها وأركانها ومبطلاتها، مش ان يقول لا الحاجات دي مالهاش لازمة، لا. يقول: بس في نفس الوقت زي ما قلنا ما بيكتفيش بهذا الظاهر فقط، ولكن يكمله. يقول: فالمحافظة عليه، على الأمر، المحافظة عليه لهم علما ومعرفة وعملا وحالا ضرورية، لا عوض لهم عنه البتة. وهذا القدر هو الذي فتى الزنادقة وقطاع الطريق من المنتسبين إلى طريقة القوم، منتسبين إلى طرق التصوف، يقولوا لا مش مهم، الصلاة وسيلة لا غاية، وصلنا للغاية، واعبد ربك حتى أتيك اليقين، وصلت اليقين يبقى خلاص مش هعبده، نعوذ، هذا كلام كفر. يقول: فإنهم لما علموا أن حقائق هذه الأوامر هي المطلوبة أرواحها لا صورها وأشباحها ورسومها، قالوا: نجمع هممنا على مقاصدها وحقائقها، ولا حاجة لنا، ده كلام الزنادقة، ولا حاجة لنا إلى رسومها وظواهرها، بل الاشتغال برسومها اشتغال عن الغاية بالوسيلة، وعن المطلوب لذاته بالمطلوب لغيره. وغرهم ما رأوا فيه الواقفين مع رسوم الأعمال وظواهرها، غرهم أحوال بعض الناس اللي مهتمين بالظواهر بس من غير ما يهتم بالباطن. شوفوا قالوا شوف حالهم ازاي وحش، حالهم تعبان، مهتمين بالامور الظاهرة من غير حقائق باطنة، قالوا خلاص نسيب الموضوع ده ونترك الظاهرة بالكلية. يقول: غرهم ما رأوا فيه الواقفين مع رسوم الاعمال وظواهرها دون مراعاة حقائقها ومقاصدها وارواحها، فرأوا نفوسهم اشرف من نفوس اولئك، وهممهم اعلى، وانهم المشتغلون باللب واولئك بالقشر، فتركب من تقصير هؤلاء وعدوان هؤلاء تعطيل. والحق ان هو يترك
تقصير هؤلاء الواقفين على الظواهر فقط، المهتم بس انا صليت كذا ركعة وقريت كم جزء وختمت كم ختمة وصمت كم يوم وطلعت جزء قد كده، من غير ما يكون مهتم بالباطن، من غير ما يهتم بالخشوع في الصلاة، من غير ما يهتم بالتدبر في القراءة، من غير ما تكون الأذكار اللي قالها مهتم ب يعني حضور القلب فيها، يترك تقصير هؤلاء ويترك عدوان اللي قالوا لا مش هنؤدي العبادة الظاهرة، ده كده يرتدوا عما جاءت به الرسل. جملة الأمر أن هؤلاء عطلوا سره ومقصوده وحقيقته، اللي هم الواقفين على الظواهر عطلوا المقصود الباطن حقائق الإيمان، وهؤلاء عطلوا رسمه وصورته، فظنوا أنهم يصلون إلى حقيقته من غير رسمه وظاهره، فلم يصلوا إلا إلى الكفر والزندقة، وجحدوا ما علم بالضرورة مجيء الرسل به لأداء العبادات، الصلاة، أقم الصلاة لذكري. لما لقوا ناس في ناس بتصلي من غير ما تذكر، لأن هم في الحقيقة الذكر حضور القلب، حضور المذكور في قلب الذاكر، قالوا لا مش مهم بقى هنذكر ربنا غير الصلاة، لا قطعا ويقينا الرسل أمروا بالصلاة وأمروا بالصيام، فما فيش حل إلى الجمع بين الأمرين. إذا لم تأتي بوعاء لم يأتيك الغذاء، الغذاء ده لازم يجي في وعاء، ما جبتش وعاء يبقى مش هتاخد غذاء، مش هينفعك، مش هتقدر تاخد، مش لن تنتفع. يقول فهؤلاء كفار زنادقة منافقون، وأولئك مقصرون غير كاملين، اللي بيهتموا بالعبادة الظاهرة فقط، والقائمون بهذا وهذا هم الذين يرون أن الأمر متوجه إلى قلوبهم قبل جوارحهم، وأن على القلب عبودية في الأمر كما على الجوارح، وأن تعطيل عبودية القلب بمنزلة تعطيل عبودية الجوارح، وأن كمال العبودية قيام كل من الملك وجنوده بعبوديته، الملك اللي هو القلب والجنود الجوارح، القلب يعبد والجوارح تعبد، هؤلاء خواص أهل الإيمان وأهل العلم والعرفان. قل قولي هذا واستغفر.